للحديث أكثر عن الوضع الحقوقي في العراق والجرائم التي ارتكبتها الحكومات السابقة بحق المدنيين العراقيين في ظل التقرير الذي أصدره المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب السيد عمر الفرحان. سيد عمر، بداية أهلا بك. أصدرتم تقريرا عن اعتقال ما يزيد عن 1000 مواطن قبيل انعقاد القمة العربية في بغداد 2012. ما هي المبررات التي ساقتها الحكومة حينها لاعتقال هذا العدد الكبير من المواطنين؟ نعم، تحية لك وللمشاهدين الكرام. طبعا في وقتها أصدر المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب تصريحا صحفيا في هذا الشأن، ولكن دون ذكر الملابسات ودون ذكر الحقائق. وبعد هذه الفترة الطويلة ناشد أهالي الضحايا الذين اختفوا قسرا واعتقلوا تعسفيا في هذه الحادثة في عام 2012، وارسلوا لنا بعض المعلومات وارسلوا لنا الصور وارسلوا لنا اسماء المعتقلين في هذه الحادثه، وهم يناشدون المجتمع الدولي والمنظمات الدوليه الامميه لمعرفه مصير ابنائهم الذين اختفوا من غير حول ولا قوه ولا بغير تهم يعني قضائيه صحيحه. وبالتالي يعد هذا اخفاء قسريا من قبل القوات الحكوميه انذاك، واخفاء قسري للعدد من المدنيين. بطبيعه الحال الامور جرت عندما استضافت بغداد القمه العربيه. قام نور المالكي بتوجيه اجهزته الامنيه، وكانت في وقتها اجهزه قمعيه معروفه بعدم قانونيتها، وبالتالي ان هذا اللواء عبد الامير قام بحملة كبيرة في بغداد وأطراف بغداد، أخذ منها من المدنيين ما يقارب 150 إلى 523 بحسب ما ذكره بعض النواب، والأعداد الحقيقية من 1000 إلى 1500 شخص. وقد ذكر الكثير من أهالي الضحايا للمركز هذه الأرقام متفاوتة، ونحن بصدد جمع المعلومات أكبر عن هذه الانتهاك الخطير بحق المدنيين في تلك المرحلة. المبررات الحكومية قالت إنها إجراءات احترازية بحسب ما قامت به من حملة الاعتقالات. سيد عمر، بحسب تقديركم ومتابعتكم، هل تمت محاكمة هؤلاء المغيبين؟ هل تمت محاكمتهم محاكمة تحقق فيها معايير العدالة؟ للأسف يعني لم تقم أي إجراءات حكومية عادلة وقانونية بحق المعتقلين، فبعضهم حكم بالإعدام وبعضهم بالمؤبد، وبعضهم قد هدد إذا ما أخرج عنه بأنه سوف تغتصب عائلته أمامه ثم يعتقلونه مرة أخرى ويقتل. والكثير من آليات التعذيب النفسي والجسدي بحق المدنيين، وقد يعني ذكر لنا بعض أهالي المعتقلين بأن هناك من دفع رشاوي لهؤلاء القادة الأمنيون وأخرجوا أبنائهم بهذه الطريقة، ولكنها بكل الأحوال هي جميع ما ذكر هي انتهاكات خارقة لحقوق الإنسان سيد عمر قامت بها القوات الحكومية. نعم سيد عمر، ما هو مصير هؤلاء المعتقلين الآن بعد مرور ما يقارب الثمان سنوات على تغييبهم واعتقالهم؟ نعم، مصيرهم مجهول، ونحن من خلال قناتكم الموقرة نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة في معرفة مصير هؤلاء وتقديم الجنات إلى المحاكم الجنائية، سواء كانت محاكم داخلية أو محاكم دولية. وبكل الأحوال فإن هذه الجريمة لا تسقط بالتقادم، وأن هذه الجرائم هي جرائم ممنهجة ومكررة في بحق المدنيين، ويجب أن تقوم الأمم المتحدة بواجبها الإنساني والقانوني تجاه ما يجري في العراق، سواء في هذه الأحداث أو قبلها، وكلها تجري في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان على مر ومسمع المجتمع الدولي. في سؤالي الأخير إليك سيد عمر الفرحان، هذا العدد الكبير من المعتقلين الذين اعتقلوا كما تعلم ظلما وتم تعذيبهم، هل من وسيلة لتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم وبذويهم كذلك؟
نعم، يعني الحكومة ملزمة بهذا التعويض، وهو وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي العام تلزم الحكومة وتجبرها على التعويض، ولكن هل هذا التعويض يعني مقابل ما يعني فقدوه من أبنائهم وحياتهم؟ وهذا لا يعطي شيئا يعني كبير مقابل حياة. المهم هي معرفة مصير هؤلاء المدنيين، أين ذهبوا بهم، ومن يعني إلى الآن هل هم أحياء هل هم نعم. أموات، وبالتالي يعني معرفة مصيرهم أولا قبل تعويضهم. مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب عمر الفرحان، كنت معنا من عمان عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.